قد يكون هو الشخص الوحيد الذي تتزين له، كما أنه الشخص الوحيد الذي قد لا تمل من انتظاره طويلاً، لأنه هو حبيبها الفريد الذي تتمنى أن تكون معه. إلا أن هذه المرة لمسته ليست كما اعتادت أن تكون. حبيب الفريد، الجزء الثاني، السبت إلى الخميس، 11 بتوقيت السعودية، على زي ألوان.